مشاهدينا الكرام، طاب يومكم واهلا بكم في نشرتنا الجويه الخاصه بالملاحه وصيد البحر اليوم الخميس 26 جانفي في 2017. نستهلها باعلان برياح قويه متوقعه لمده 24 ساعه بدايه من يوم الغد على الساعه 6 صباحا بالتوقيت العالمي، يهم خليج تونس ثم لاحقا شرق تونس وخليج قابس، حيث تهب الريح الجنوبيه الشرقيه قوه 7 من سلم بوفور اي ما يعادل 28 الى 33 عقده. بعد الظهر إن شاء الله سحب أحيانا كثيفة على أغلب مجالاتنا البحرية. بشمال تونس ريح جنوبية شرقية من 10 إلى 20 عقدة ثم تتقوى آخر النهار إلى 15-25، البحر قليل الاضطراب ثم مضطرب. شرق تونس ريح جنوبية من 10 إلى 20 عقدة والبحر قليل الاضطراب. وبخليج قابس ريح جنوبية شرقية من 10 إلى 20 عقدة والبحر يكون قليل الاضطراب، أما الرؤية فتتراوح من 3 أميال إلى 7. هذه الليلة إن شاء الله يكون الطقس مغيم على أغلب مجالاتنا البحرية. بشمال تونس ريح شرقية جنوبية شرقية من 20 إلى 25 عقدة، البحر يكون مضطرب. شرق تونس ريح جنوبية من 10 إلى 20 تصل محلياً إلى 25 عقدة، البحر يكون قليل الاضطراب فمحلياً مضطرب. وبخليج قابس ريح شرقية جنوبية شرقية من 10 إلى 20 عقدة والبحر يكون قليل الاضطراب، أما الرؤية فتتراوح من 7 أميال إلى 3. يوم الغد إن شاء الله يتواصل الطقس مغيم جزئياً على كافة مجالاتنا البحرية. بشمال تونس ريح من القطاع الجنوبي تكون بين 15 إلى 25 عقدة بمنطقة سيرات والبحر يكون مضطرب، وبين 25 إلى 30 عقدة بخليج تونس والبحر يكون شديد الاضطراب. على خليج الحمامات ريح من الجنوبي تكون بين 15 إلى 25 عقدة ثم تتقوى تدريجياً وتصل خلال الليل إلى 20-30 عقدة، البحر يكون مضطرب ثم يصبح شديد الاضطراب والرؤية تتراوح من ميل واحد إلى 4. بالشيبة وخليج قابس أيضاً طقس مغيم جزئياً مع ريح من القطاع الجنوبي تكون بين 15 إلى 25 عقدة ثم تتقوى تدريجيا وتصل خلال الليل إلى 20-30 عقدة، البحر قليل الاضطراب ثم مضطرب ويصبح شديد الاضطراب خلال الليل والرؤية تتراوح من ميل واحد إلى 5. نمر لحركتي المد والجزر بميناء إسفاقس 24 سنتيمتر على الساعة 9 ليلا و35 دقيقة ومتر و59 سنتيمتر على الساعة 3 بعد منتصف الليل و34 دقيقة. ميناء قابس 66 سنتيمتر على الساعة 9 ليلا و44 دقيقة ومتران وسنتيمتران على الساعة 3 بعد منتصف الليل و48 دقيقة. ميناء جرجيس 28 سنتيمتر على الساعة 9 ليلا و33 دقيقة و93 سنتيمتر على الساعة 3 بعد منتصف الليل و37 دقيقة. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال بالموزع الصوتي أو زيارة موقع الويب. شكرا على حسن اهتمامكم وإلى اللقاء.